لا فيزا لا باسبور تحويسة في البابور يا فازي روح قباله صافا شوفي اليوم الهبالة لا تيس راهو في حالة راهو قاطع راهو حراقة لكاميكاس تاع البابور رانا رايحين في الاوربور فازي قلع عالي صروتو بدات الخلعة راهو جاك ليسونس هاجو الحراقة اليوم على صفرون كونك هاني هادي كاميرا كاشي جدو حسن هو اللي وصاني هادي كاميرا فيها بزاف المعاني حراقة وارة علاش تعاني ريح معنا في بلادك ماشي براني لا فيزا لا باسبور تحويسة في البابور في الدوجي راك الدور تحويسة في البابور. ضيف حلقة اليوم نائب بطل العالم في رياضة كامل الأجسام فيصل ميهوبي. تحبوا الصح خوفنا بصح انتم ما شوفوا وصلوا. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في تحويسة في بابور. اليوم حتحوسوا معنا وحنهضروا على ان تام، لو تام تاع اليوم هو الحرقة. انو كوتي دو ستار دو فودات لي تحبوهم، ان غران سبورتيف اي ان شانتور. مرحبا بك فيصل ميهوبي، فيس شامبيون دو موند دو بودي بيلدينغ بالعربية كامل الاجسام. كامل الاجسام فوالا، وي ريسامون اوسي مستر اولمبيا في موسكو. اكزاكتومون، جبت لنا لا ميداي دور انفان لي بروميتها لنا غير كيما عرفتك غير كيما في العيد ان شاء الله. سي لا بروميير لي في ليستوار الجيريان اللي دخلت لا ميداي دور لالجيري. الله يبارك، ان توكا سي ان اونور اللي طلعت العلام. الله يسلمك. او موند. او موند. يعطيك الصحة مستر ابي، توجور ان بليزير تكون معنا. صافا خويا لاباس، تري كرون بليزير لي راني معاكم هكا ولي راهم قدامي هاد لي تروفي هادوما. والله المفخره يا خو، مفخره لي كولينا كامل كاع الجيري او كاع الجزائر. رانا في البابور، البابور راهو شويه هكدا اليوم، كان شويه الريح على ربي. على مرحبا بكم خاوتنا اللي راهم اليوم معنا، عبد الرزاق وحمد. Malheureusement, ils ont eu l'expérience تاع الحرقة. حرقوا، نعم، خليتوا حبابكم، خليتوا العائلة ديالكم. حتحكونا شوية على الاكسبيريونس. ديجا حرقت انا وقت انا وليد عمتي، وقت راه حرقت في الباب في لوكا نورمال 14 واحد كان هو كبير معانا، بورك بنا 14 واحد، حنا كنا في 14. ومن بعد الموتور حبس لنا هكذا، جات الموفيت هكذا تقلبت في لوكا، ماتوا سبعة. بعدك ربي استرنا، انا مزيان شغل كانت الشمعه شبكنا فيها هكذا، ويومين حنا بايتين في الشمعه حتى نجاو خرجت الكونه. فيصل ميهوبي، تعطي رايك على هذا لو سوجي؟ والله يعني الظاهره هذه اللي راهي الناس تحرق هكذايا، يعني هي سوء المعيشه وكما قلتي انت الخدمه اللي ما صابوهاش. لو كان صابوا الخدمه يعني كون الشباب تاعنا راهو كاع يحب بلادو راهو قاعد هنايا. دوك كيما نقولوا عنده ديبلوم في الميكانيك، دوك كان يروح لشركه وطنيه يقولوا لازم تجيب ليكسبيريونس تاع 5 ولا 10 اون، مين جابها هو غير كيما تخرج؟ وعلاه ما يزيدش يدخلوا ويكمل يعلموا تما؟ علاه يقعد بلا خدمه 10 سنين ومن بعد خلاص المورال تاعو يولي ما كاش كيفاش يخمم كاع؟ بعد السيفيات بالبرا وطن نجيب لهم السيفيات ما كانوا. الحراق غالط في حاجات ويحسن عونه والله غالب عليه في حاجه واحده اخرى. انا كيما لا شونسون تاعي هذيك سميتها لي كاميكاس تاع البحر. شبيك يا خويا؟ صعب الهوم. الله يرحمهم. فيصل، ولا عندك ان كونساي تمدو ولا؟ ماك كيما يقول لك الاخ منا هو اللي عبر كاع الكونساي اللي يهضر فيه. خلاص ما كاش واش تقدر تهضر كاع، ما تقدرش واش تسي. معليش نعود بعد هذا الفاصل، ريستي برونشي جوست ابري سو كليب. احمد حبيت تكمل على يا اخو، حبيت تقصيه على كتقصيه بيان سير. كيفاش انا نشوف تريسيتي؟ معليش تقعد اون فارون نهضر مع الكرات هي راح نكمل. القرعه هذه يا عبدو يا عبد الرزاق، علاه شوف هنا يا عبد الرزاق، يا ساسمين ليسونس يا عبد الرزاق، نوريك عندي طفله هانديكابي. ها خليها وتتواسينا. ها واش راك هنا؟ واش راك هنا؟ واش راك يا عبد الرزاق؟ واش راك هنا؟ عندي طفله هانديكابي يا عبد الرزاق. حاب تقتلنا اخو، متى مريض انت؟ انا نروح ساكريفي على جال بنتك يا عبد الرزاق، على جال بنتك في خاطري. علاه؟ نوريها لك هاي، والله غير ساكن بلاجر بنتك. شوف عبد الرزاق، ها شوف، شوف وين راهي هاي فلوس من في الكوما هاي لك.
بنته هاي في الكوم شو هاي في الكوم اما لا سيمون ولا غراي في الكوم معليش نخليها ونروح صح معليش فاهمو خو ديروا حالك هاي في بنمسوس فاهمو هنايا بنمسوس انا هنا عندي هاي لك في الكوم باش تكون على بالك هذه ما تكون تمك معليش خو علاش نخليها ونروح يا عبد الرزاق في خطر بنتي علاه نخليها ونروح نموت في خطر بنتي خلينا نروح وكيف عاود ولي ترى بصح وين نولي وين تروح وين تولي عاود ولي ماما دوك لو كان على اسبانيا هدي اسبانيا شكا دير شغل الكبده ديالك وراه يتحرق عليك انا شكون يخمم عليا شكون يخمم عليا انا خونا هادي من بعد شكون ها ها عبد الرزاق يا خويا وقفوا معاك عبد الرزاق والله غير نوقفوا معاك رجال ها يا عبد الرزاق واحد موقف معايا انا واحد موقف معايا معليش عبد الرزاق عبد الرزاق على بالي هذه ماتوا هذا بنته مسكينه شكون اللي يوقف معاها ها ما كاش كل دوك لو كان ما نوقفش انا ما كاش يوقف معاها لازم نكون معاها كل ما عيطت ليش اليوم عيط لها قلت لها ودي فوالا راهي في السبيطار قلت لها نقدر نجي نص ساعه ساعه ونعاود نولي لها ماشي نخاف نخاف الذنوب تزيد تحكم الذنوب لا لا ان شاء الله ما تلحقش ان شاء الله ما تلحقش ان شاء الله ما تلحقش الذنوب نخاف الذنوب ربي راه معاك خلاص خلونا نهبطوا نروحوا وين يكمل ديروا حاجه لا ندخلوا سيدي في البلاوش طوم طوم مسحوا التليفونات كيفاش نديروا لهم يا خو عندك ساشي عندك ساشي جبت لي طروفي تاعك هذا الساشي راه تاع روح خا هاي دراعه تاع راه والله اروحي معانا اروحي فلاكوي معانا انا ما نروحش معاهم مديني ما نروحش عند عبد الرزاق قلت لك انا جاب بنته اسكت عليا انت تدينا تدينا انا جاب بنته ديروا له خويا ما ديروا له لا لا ما يعرفش ما يعرفش البنت شوفوا نقدر نروح ما ترش ما ترش ما ترش انا رايح كيفاش نروح هكذا ها هو ما يروح انتوا اسمعوا انا روحوا لحقنا للشط برك هذا ما كان لحقنا البلاصه وين باش يحكمونا ماشي منا باش يكبدونا يكمل منا شكون ما كان حتى واحد اللي راح يعيط فيصل دير لي طروفي تاعك خويا في الساشي ديهم ادوهم ما دي ما دير ادوهم ادوهم شادو انا ما نقبلش يديهم هذا انا ما نقبلش يديهم ما تترش معايا هذا انا هادي ابي 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 خلاص ابي يا خو نروح معاها انايا انا نروح معاها شوف 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 جبت باطا شو لك هي الماكله شو لك هي الماكله فرغ ماكله تاع ريجيم سكالوبوروس ها روح روح وجيبها وجيبها يا ابي يا ابي يا ابي كيف يا فيصل تقول بنتي مريضه على كل حال ربي يشافيها ان شاء الله يا رب العالمين وانت جبت معاك الريزيرف تاع الماكله اه واقي لك معول على الحرق ها احمد نحيت يا احمد شتو يدو شتو يدو يدو بريك داكتو يا عبد الرزاق تعيش خويا عبد الرزاق خليني نروح يا خويا هيت هيت خلاص عبد الرزاق هيت خليني نروح سمح لنا خلينا نروح عبد الرزاق خلاص خلاص اتلغني يا اخو خلاص عند هذا خليني نفيك ماشي قال لي شدك خلاص عبد الرزاق خلاص خلاص شد روحك كرهت يا اخو كرهت خليني نروح بابا خليني نروح خلاص عبد الرزاق يا اخو ربي يجيب لها شفا بنتك خلاص ربي يجيب لها شفا ان شاء الله ربي يجيب لها شفا احمد هاي احمد ادنا لي خلاص خلاص احمد ما نروحوش خلاص احمد يا احمد خاطر بنتي يا احمد ما نروحوش يا اخو يا احمد في خاطر بنتي يا احمد رانا قاولك شراقه راني من انا ماشي قال براوي يا اخو في خاطر بنتك علاه بصح تشبك يا ابويا راه ما تحبوناش هكذايا تحبوا نموتوا كاع يا اخو في خاطر نموتوا كاع دوك نديروا ديك نموتوا كاع عيتك هاي هاي موت كاع عيتك واحد ما نتحاسبوا عليها كاع من الاخر خلاص كلام مسؤول على واحد احمد عليكم كاع نديروا ايموسيون تقولوا جيب لي لي قول تحبي ماك هيدا تولي تبكي تولي تحوس وراه وليدي تحرق لها كبده ما مرهاش اقعدوا صح نقعدوا نهضروا في طابله نقعدوا في طابله نقعدوا في طابله كيما الناس هاي يا شري ريح 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 نقعدوا في طابله كيما الناس ريح ريح احمد ريح ريح بخاطر بنتك يا ولا ما جاتنيش انا باش نحرق ان شاء الله بلا شفا ما جاتنيش باش نحرق سهله بابا عطاني مليار باش نبني انا قادر نديه ونقلع صح لا بنيت الدار باسكو خممت بلي الطفله بلي ها واش ندير لها واش ندير لها واش ندير لها باش نهار كي نتعاقب عند ربي حاسب تقول لهم ايه بلي بابا بنا لي خلى لي الدار ونبنيها ونسكن ونخبي راسي كي تبرى ان شاء الله
ربي يجيب لها شفا ان شاء الله. امين. ربي يجيب لها شفا ان شاء الله. تاكشت 10 سنين وانا نجري باش يعطوني صاله والو، بصح معليش نطلع ونجيب ونربح وندي ويطلع ويجوا صحابي، يجوا صحابي يواسوني يفرحوا معايا في المطار. انا المهم رحت وجبتها ليا باش طفله كي تكبر تقول لهم شوفوا بابا واش خلى لي. الحمد لله مات وخلى لي، شوف كان شامبيون هنايا. ما قالش بابا كان راح مات ما على باليش ما نعرفوش. جاتك لوكازيون كان جيت معانا انا وين لوكازيون واش راح ندير؟ راني خرجت وشاف قلت لك بلي خرجت شوف، رحت لدبي رحت لفرنسا رحت لبورتغال رحت البرازيل رحنا لاسبانيا خرجتهم كاع ونضربوا غير 15 يوم شهر بلي ستاج بصح ما كاين والو. مركت بلي ما كاين والو ما تقدرش تعيش. فاش ما تقدرش والله ما تقدر تعيش يا احمد الرزاق. والله ما تقدر والله ما تقدر تعيش يا عبد الرزاق باسكو رحت وشفت واش كاين. القوري القوري يولي يحوس عليك تخدم تخدم كي الكلب لازم تحرت باش يعطيك هذوك زوج فراك. بصح حنايا الباب اللي دقدق فيها هاك تاكل هيك والله ما يعطيها لك. تروح تاكل من البيض نتاع الزبل، تروح تخدم الغبره، تروح تبيع الزطله. تما ما يفهموش كيما هنايا، تما كل ما زوج طاح مات مع صحاب الغبره مع صحاب الاخرين يقتلك ديريكت ما يحوش يفهم. يا خويا ما قصتو خلي يكمل بينا. وين يكمل؟ ما نروحوش. انا نروح. ما نروحوش قلت لك. انا نروح. وين؟ اسمع انا نهضر لك هذا كامل. اسمع اسمع اسمع. صح انا احمد احنا وين تروح؟ شوف نقول لك حاجه. احمد اصبر يا قريبه انا شوف ورانا شوف. نهضروا حاجه شوف نهضروا كلمه دوك نهضروا عفسه اطاب تبع بيها يا تري حط رونكي تبع بيها انت وصديقك يا انا والانسان هذا اللي الله يبارك شامبيون نرموكم من البحر دوكا نرموكم. انا هي يا عبد الرزاق هذا على جال بنتو هذه ربي يجيب لها الشفاء وهنايا على جال بنتو يا احمد اخر فيصل واش يقول لهم فيصل في رمضان ان شاء الله؟ نقولوا صحة رمضانكم ويعطيكم الصحة وانت فور هاو مليك مشي انا ولا هذا 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 انت انا بيرسونيلمون طيح لي الدمعة باسكو انسان فري سانسير وكان يهضر من قلبه وهذا من الجور من الاب اللي يدير لابوسيب على عائلته وعلى بنته لين ان شاء الله وهذو عواجير نطلبوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله وفريمون بدين فينا بلي تيان فري خو الله يسلمك الله يسلمك بسرعة ابي صحة فطوركم وصحة رمضانكم قولك صح خويا فيصل حنين بزاف صح انت سبورتيف وان شاء الله يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم ربي يشافي لك بنتك وشاهدينا قولوا امين بصح لكم موعد غدا في نفس التوقيت وعلى نفس القناه الجزائر تي في مع الفنانه نوال سكندر.